السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس كونكت ساكس، أهلا بكم مرة تانية مع درسنا الرابع والخامس في وحدتنا الأولى من كتاب المعاصر. اللي مش متابعنا من البداية ممكن يدخل على صندوق الوصف هيلاقي الدروس من أول درس لغاية ما احنا واقفين إن شاء الله. تعالوا يلا نبتدي بالكي فوكابيلوري اللي هو مدهالي. عندنا كلمة informal، informal يعني غير رسمي، closing phrase يعني عبارة ختامية، caption، caption يعني تعليق، distance، distance يعني مسافة، tone، tone يعني نغمة، porridge، 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 porridge يعني عصيدة أو حساء الشعير، opening phrase، opening phrase يعني عبارة افتتاحية، meadows، meadows يعني المروج ودي مساحات خضراء. تعالوا نشوف حبايبي الاكسترا فوكابيلوري اللي هو مدهالي. عندنا specially، specially يعني خاصة، finally، finally في النهاية، infographic، infographic يعني مخطط توضيحي، Scottish، Scottish food، Scottish food، Squares، Squares يعني ميادين، Warm، Warm يعني دافئ، Famous، Famous يعني مشهور، View، View، View يعني منظر أو رؤية، Tradition، Tradition يعني تقليد، Edinburgh Castle، Edinburgh Castle، Arrow، 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 Arrow يعني سهم. تعال نشوف يلا أهم الإكسبريشنز والبروبوزيشنز اللي هو مدهالي. عندنا on the other side of، on the other side of يعني الجانب الآخر من، right back soon، right back soon، put on، put on، lots of love، lots of love، to the edge of، to the edge of، how are things with you، how are things with you، how are things with you، it's a special for me، it's a special for me، in the distance، in the distance. تعالوا نشوف يلا المين بوينتس اللي هو مدهالي في الدرس ده. بيقول لي دنيا is in Scotland with her mom and دمان، دنيا في اسكتلندا مع مامتها وبواها. دنيا's apartment is in the city center، طبعا الشقة بتاع الدنيا في وسط المدينة. عندنا people in Scotland use the park a lot for sports and meeting friends، طبعا بيقول لي ان الناس في اسكتلندا بيستخدموا الحديقة كتير عشان يلعبوا فيها رياضة ويقابلوا أصدقائهم. Scottish food is okay but Egyptian food is better، طبعا الطعام الاسكتلندي كويس ولكن الطعام المصري أفضل. دنيا misses the warm sunny weather and the food in Egypt، طبعا دنيا بتفتقد الطقس المشمس في مصر وكمان بتفتقد الطعام المصري. طبعا في الدرس ده حبايبي بيكلمني ازاي اكتب ايميل، وده طبعا كلام خدناه قبل كده كتير. طبعا حبايبي لما اجي اكتب ايميل طبعا في حاجات كده مسلم بيها لازم اكتبها في اي ايميل، منها from to subject. طبعا from ده يعني الايميل ده من مين، فانا بكتب عنوان بريد الالكتروني اللي انا باعت الجواب او باعت الايميل. طيب بعد كده to رايح لمين، فانا بكتب الايميل بتاع صديقي. بعد كده subject، subject حبايبي اللي هو الموضوع. تاني from يبقى ده sender's email، الايميل بتاع الراسل. to يبقى receiver's email، ده بريد الكتروني للمرسل اليه، وخلي بالكوا بكتب بريد الكتروني مش بكتب اسامي. subject اللي the title of the email يعني العنوان بتاع الايميل. طبعا هنا بعد ما خلص الحاجات دي حبايبي ببدأ اكتب الopening phrase اللي هي هاي والاسم، وطبعا ممكن اكتب هاي وممكن اكتب كمان dear واسم الشخص اللي انا برسل له الايميل. طبعا ببدأ بالتحية، جملة الافتتاحية how are things with you or how are you، يعني ممكن ابدأ بhow are you، كيف حالك، او how are things with you. طبعا ممكن ادخل في الايميل على طول وممكن اكتب طبعا I'm happy يعني انا سعيد، to send this email يعني انا سعيد ان انا ارسل الايميل ده، to you يعني انا سعيد ان انا ارسل لك الايميل ده. تاني I'm happy to send this email to you، طبعا حاجة ممكن اكتبها كمان بعد ما اسأل عن الاحوال. طبعا هنا بتقول I'm finally in Scotland، طبعا بقرأ الايميل ده كويس لان هستعين بيه في كتابة ايميل بعد كده. I'm finally in Scotland يعني انا اخيرا وصلت اسكتلندا، with mom، dad and honey، مع ماما وبابا وهاني. It's really interesting، دي شيقة جدا. Our apartment is in the city center، بتقول ان شقتنا في وسط المدينة، just next to a really cool park called the Meadows، جنب حديقة جميلة اسمها Meadows. It's on the third floor and the park is on the other side of the street، هي في الطابق الثالث والشقة على الجانب الآخر طبعا من الشارع. So we have a great view of the trees،
عندنا طبعا منظر رائع للأشجار. People use the park a lot for sports and meeting friends. الناس بتستخدم الحديقة دي for من أجل، هنا مش a lot of يا حبيبي، a lot بيستخدموها كثيرا. وبعد كده قال لي for من أجل إيه؟ for sports and meeting friends. So there is always something to see there. عشان كده دايما في حاجة تشوفها هناك. In the distance على بعد we can see the famous Edinburgh Castle too. ممكن على بعد كده نشوف قلعة إدنبرغ الشهيرة. I like Scotland. أنا حابب اسكتلند. But there are lots of things I miss about Egypt. بس في حاجات كتير أنا أفتقدها في مصر. The warm sunny weather. بتقول الطقس المشمس الدافي. It's never hot here. الدنيا هنا عمرها ما بتبقى حر. And especially the food. وخاصة الطعام. Scottish food is okay but Egyptian food is better. يعني الطعام الاسكتلندي حبايبي على ما يرام، ولكن الطعام المصري طبعا افضل. For example، على سبيل المثال، For breakfast a lot of Scottish people eat porridge. بتقول ان ناس اسكتلنديين على الفطار بياكلوا البوريج. البوريج ده قال لي they usually make it with milk and they sometimes put honey on it. قال البرج ده عصيدة او حساء الشعير، وده طبعا بيعملوه باللبن واحيانا بالعسل. But I don't really like it. بس بصراحة انا مش حباه. I really miss my favorite Egyptian breakfast. يعني انا افتقد الفطار المصري بتاعنا، فول مدمس، الفول المدمس. The people الناس here هنا are nice and I have a lot of new friends at school. وانا عندي اصدقاء كتير في المدرسة. I often go to my friend Rona's house. بروح لبيت صديقتي رونا after school بعد المدرسة. We study together. بنذاكر مع بعض. And sometimes we watch TV. واحيانا بنشاهد التلفاز in English. طبعا باللغة الانجليزية. فبتختم بقى بتقول Please write back soon and tell me all the news from whom. من فضلك اكتبي له قريب واخبريني عن كل اخبار بلدنا. وبعدين ختمت قالت lots of love. ممكن اقول لها see you soon. ممكن اقول لها best wishes. وبعدين السيجنيتشر التوقيع دنيا. تعال حبيبي كده بقولي an informal email is a message you write to friends or family. بقولي ان الايميل الغير رسمي، غير رسمي اللي انا ببعته للاصدقاء والاسره. An informal email should be friendly in tone. بيقول لي ان الايميل الغير رسمي ده المفروض ان هو يكون ودود في نبرته. Use informal language and include opening and closing phrases. وكمان بيستخدم لغه غير رسميه تتضمن عبارات افتتاحية وختامية. طبعا مديني انا حبايبي الاوبننج فريز شكل هاي ليلى او دير ليلى، الكلوزنج فريز الجملة الاختتامية شكل lots of love، a question to reader يعني هي سألتها سؤال قالت لها how are things with you، a request to reader وطلبت منها طلبت لها please write back soon في الاخر، informal expressions يعني تعبيرات غير رسمية شكل a really cool park. A really cool park. تعالوا بقى حبايبي نشوف مثال على كتابة الإيميل أو الانفورمال إيميل. بقول write an informal email of about 45 words to your friend عمر to tell him about your favorite place. Your name is Ali and your email address is ali@gmail.com. Your friend's email address is amr@gmail.com. ومديك بقى الـ guiding elements اللي هي العناصر الإرشادية. عندنا interesting, famous, friends, monuments. monuments يعني أثر. وطبعا حبيبي لما أقول monuments يبقى أنا كده هكتب عن مكان يكون موجود فيه أثر، شكل مثلا المتحف المصري. طب يا ترى مستر بقى أنا هكتب إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض هنكتب إزاي. طبعا from لازم أكتب الإيميل بتاعي أنا اللي هو ali@gmail.com. طيب تو يبقى هكتب ايميل صديقي اللي هو amr@gmail.com. طب السبجكت الموضوع حبيبي اكيد طبعا لما اجي اكتب الموضوع هو بيقول لي your favorite place، هكتب انا my favorite place. طبعا حبيبي قلت لازم اكتب في الاول dear او hi عمر.
يعني اهلا يا عمرو، لازم اسال الاول عن الصحه، يبقى how are you or how are things، يعني الاخبار. how are things with you، يعني الاخبار معك. I'm happy to send you this email، مبسوط خالص ان انا ببعت لك الايميل ده. I would like to tell you about، يعني انا عايز اقول لك عن my favorite place، يعني عايز اقول لك عن مكاني المفضل. هقول طبعا I like، يعني انا بحب visiting، زيارة many places، يعني اماكن كتيرة. but my favorite place، لكن مكاني المفضل is the museum. museum حبيبي يعني هو المتحف. طبعا هقول it's a nice place، يعني هو مكان لطيف. I go there، يعني انا بروح هناك. every year، يعني كل سنة. I go with my family، يعني انا بروح مع اسرتي. sometimes، يعني احيانا. I go with my friends، يعني احيانا حبايبي انا بروح مع اصدقائي. I see، يعني بشوف. lot of monuments، يعني بشوف كثير من الاثار. it very famous، يعني هو مشهور. around the world، يعني في جميع أنحاء العالم. write back، يعني اكتب مرة تانية. and tell me about، يعني أخبرني عن. your favorite place، هقول له اكتب واخبرني عن مكانك المفضل. وطبعا هقول له lots of love، وبعد ما اقول له حبيبي lots of love اكيد هقول له yours، اقول له اسمي. طب اسمنا ايه؟ علي. ويبقى انا كده كتبت ايميل بسيط وسهل. تعال نشوف حبيبي listening number 1. بولي I am ناردين. I am 12. انا ناردين وانا عندي 12 سنة. I live with my family in Luxor، يعني انا عايشة مع اسرتي في Luxor. Luxor is an amazing place، يعني مكان رائع. There are many historical places to visit there، يعني في اماكن تاريخية كتير تزورها هناك. A lot of tourists visit Luxor every year، كثير من السياح بيزوروا الاقصر كل سنة. طبعا حبيبي number 1، بولي ناردين is 6 years old. طبعا الكلام ده false لان قلنا عندها 12 سنة. بولي ناردين lives with her friends، عايشة مع اصدقائها. طبعا false لان عايشة مع اسرتها. ناردين lives in Luxor، طبعا الكلام ده true صحيح. There are many historical places in Luxor، طبعا الكلام ده true صحيح. تعالوا نشوف حبيبي يلا listening number 2. بقولي هدير moved to England last year with her family، هدير انتقلت الى انجلترا مع اسرتها. now she lives with her family there in a big house، عايشة مع اسرتها في بيت كبير. she misses the Egyptian food، يعني هي بتفتقد الطعام المصري. she thinks it's better than English food، يعني هي بتعتقد انه افضل من الطعام الانجليزي. she also misses the weather in Egypt، بتفتقد كمان الطقس اللي موجود في مصر. it's almost sunny all the year in Egypt، يعني مش مش طول الوقت في مصر. تعالوا نشوف بقى حبيبي السؤال التاني. بيقولي هدير moved to England with her، اكيد طبعا with her family، يعني مع اسرتها. تاني with her family يعني مع اسرتها. بيقولي هدير lives in a big ايه now، طبعا lives in a big house.
شكل ما شفنا. نمبر 3 بيقول لي she misses the A food. طبعا بتفتقد الطعام الايجيبشن يعني الطعام المصري. It's almost A all the year in Egypt. طبعا it's almost sunny. قلنا sunny حبيبي بمعنى مشمس. تعالوا حبيبي يلا نشوف السؤال الثالث. عندنا كلمة سايد، سايد طبعا بمعنى جانب. عندنا طبعا كلمة فيو، فيو يعني منظر. عندنا كلمة نيوز، ونيوز يعني أخبار. عندنا كلمة فلور، وفلور بمعنى أرضية أو طابق. طيب عندنا كلمة أبارتمنت، أبارتمنت يعني شقة. بقول I live with my family, we live in a big A. طبعا أكيد we live in a big apartment يعني إحنا عايشين في شقة كبيرة. It's on the third, أكيد it's on the third floor يعني في الطابق الثالث. There is a big park on the other side of the street. يعني يوجد حديقة كبيرة على الجانب الآخر من الشارع. We have great A from the balcony. أكيد we have a great view. يعني منظر رائع من البلكونة. We have green space in our neighborhood. We usually go and play with our friends there. تعالى حبيبي يلا نشوف سؤال التوصيل. بقول لي دنيا is in Scotland. يعني دنيا في اسكتلندا. أكيد with her mom and dad. يعني مع باباها ومامتها. Number two بقول لي I like ice cream. يعني أنا بحب الآيس كريم. يبقى أكيد حقول It tastes really good. يعني طعمه جميل. تعال نشوف number 3. بقولي what things do. طبعا ده سؤالي بأكيد do you miss about your country. يعني ايه الحاجات اللي انت بتفتقدها في بلدك. تعال نشوف number 4. بقولي my favorite breakfast. يعني الفطار بتاعي المفضل. اكيد هقول is فول مدمس. هو الفول المدمس. تعال نشوف number 5. بقولي the weather in Egypt. الطقس في مصر اكيد is often sunny. يعني غالبا بيكون مشمس. تعال نشوف حبيبي يلا سؤال الترتيب. بيقول لي things you have are with. اكيد طبعا هسأل اقول have are things with you. تعالوا يلا نشوف السؤال التاني. بيقول لي friends I a lot have of at school. طبعا اكيد هقول انا عندي اصدقاء كتير في المدرسة. يبقى هقول I have a lot of friends. يعني انا عندي اصدقاء كتير at school يعني في المدرسة. تعال نشوف number 3. بقول like sports people the park at to do. طبعا اكيد هقول people الناس like to do sports يعني بيحبوا يقدوا رياضة at the park يعني في الحديقة. تعال نشوف number 4. is city our apartment in the center. اكيد طبعا هقول our apartment يعني الشقة بتاعتنا. is in يعني في the city center يعني في وسط المدينة. تعال نشوف number 6. بقول punctuate the following I miss my favorite Egyptian breakfast. اكيد طبعا حبيبي الاي هتبقى كابيتال عشان في بداية الكلام. Egyptian الاي طبعا معمولة وفي الاخر اكيد هحط الفول ستوب بتاعتي لان دي جملة عادية. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة. ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.